اخوان هذه اخبار زوينه ديال الباركين غراتوي هنا في المنطقه ديال عين دياب. والسلطات من هاد صحاب جيليه صفرين انتم قراو باركين غراتوي. نزيد نوريكم الجهه الاخرى، موقف للسيارات بالمجان. انتم هادي اخبار ساره واخبار زوينه بالنسبه للمغاربه اللي كانوا كيعانيوا مع جيلي جون الثمن ديال 10 دراهم عاد باش بلاصي. فالسلطات منعاتهم باش ما يزيدوش يخدموا هنا في هذا المكان هذا بالضبط. ونتمنوا يشوفوا باقي اصحاب جيلية صفرين اللي باقين في الدروبة وفي الشوارع الكبرى بمدينة الدار البيضاء، ما يشوفوش غير عين دياب، كاينين بزاف ديال البلايص. فهذه اخبار زوينه الاخوان، كنتي كتجي كتبغي تبلاصي كيطلب لك 10 ديال الدراهم عاد باش تبلاصي، ولا ما بغيتيش تعطي 10 دراهم غتدخل تقضي غرض ديالك، غتخرج غتلقى الطوموبيل ديالك مشرطه. المواطنين فرحانين بهذا الخبر وعجبهم الحال على هذه البادره اللي دارت السلطات والناس المسؤولين بمدينه الدار البيضاء. وحاليا راه كيتواجدوا العناصر ديال القوات المساعده هنا في المنطقه ديال عين دياب. ها انتم شوف راهم كيتواجدوا بعين المكان، يعني باش ما يجيش شي جيلي صفر ويقول لهم لا راني ما في خباريش حقاو الواد، ويلبس شي جيلي ويقول لهم خلصوني. ما كاينش باي باي بوصفير، باي باي اصحاب جيلي جون. نتمنوا على انهم يشوفوا باقي المناطق بالعاصمه الاقتصاديه، لانهم عيقوا ديال بصح. كتبغي تبلاصك كيطلبوا لك 10 دراهم 15 درهم كل واحد شحال كيطلب ليه. فالسلطات ما معاهمش اللعب. السيد الوالي السي مهديه راه فجر كازا، راه بزاف ديال الامور تبدلات، بزاف ديال الحوايج تقادو كازا اللي بغينا نشوفوها في حله جديده. مبقيناش بغينا العشوائية، مبقيناش باغين هرف عليا نهرف عليك. هادي راه مدينة الدار البيضاء، راه العاصمة الاقتصادية، وكازا راه دولة. راه منين ما جيتي غادي تاكل طرف د الخبز في كازا، منين ما جيتي غادي تعيش في كازا. لا فرق بين هذا وبين هذا، ولكن شوي ديال العقلانية، شوي ديال الجدية، يعني ماشي غير اجي ورفس، ماشي غير اجي ورون. السلطة راه دارت اللي عليها دابا حاليا، باركينغ غراتوي. فهاد المكان هذا بالضبط الاخوان، هانتوما كتشوفو شحال ديال الطوموبيلات مبلاصين بالمجان. حسبوا معايا هاد مول باركينغ شحال كان غادي يدخل في هاد البلاصه هادي، شحال كان غادي يدخل؟ حسبوه 10 دراهم 10 10 10 10 حسبوا شحال من 10 دراهم كان غيدخل. راه ميزانيه، راه نديرو غير هذا غيدخل ساعتين ولا ثلاثه السوايع، وشوف شحال من ساعتين ثلاثه السوايع. راه داك الشيء راه اموال تترعرع. والحمد لله اللي السلطه دارت اللي عليها، ما كرهناش هاد الحمله تكون في باقي المناطق، ماشي غير عين دياب، وماشي غير هذا المكان اللي كيتواجدوا فيه بوصفير، وماشي هذا المكان اللي كيتواجد فيه صحاب جيليه صفرين. كاينين بزاف ديال البلايص بحال الراقوبه، شاطئ مدام شوال اللي هي الكماله ديال هذه البلاصه هذه. كيجي العساس يبغي تخلص من عندك، ولا ما خلصتيش يبغي يدار معاك، يبغي يتساب معاك،
وغتولي في المشاكل. فالله يدير شي تاويل ديال الخير. مرة أخرى برافو للسلطات والناس المسؤولين، وحتى لهنا غنوصل على نهاية البث المباشر. تبقوا على خير.